السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، احنا كنا وعدناكم بأن القناة ديالنا غتكون باللغة العربية الفرنسية والإنجليزية. فعلا حاولنا، بدينا بهاد ثلاث لغات، وكنحاولوا مازال نزيدوا نوسعوا في طريقة الأداء. في الحقيقة أود أن أشكر الجميع، وخصوصا المشتركات والمشتركين معنا في القناة. لولا هاد المشتركين والمشتركات في القناة والناس اللي كيتفاعلوا مع القناة، ما كناش غنحاولوا نبقاو إلى يومنا هذا، ونحاولوا نبذلوا واحد المجهود باش نحاولوا نتجو أحسن، ونحاولوا نديفيرسيو المواضيع ديالنا، نوضعوا واحد المواضيع مختلفة اللي نتحدثوا عليها، اللي كتخص ذوي الاختصاص، وكذلك هناك مواضيع اللي كتخص الجميع. مثلا يعني القناة اللي سميتها انديستري اكس بوان زيرو، كان فيها البت على مواضيع عندها علاقة بالجودة، الصحة، السلامة والبيئة، وكذلك مواضيع خاصة تتعلق بالتنمية الذاتية. هاد المواضيع كلها كتصب في ميدان ديال تكوين الشخصية الفردية، أو الشخصية الفردية داخل مجتمع ما. لماذا احنا اخترنا هذه المواضيع اللي كتبان الناس بأنها متباعدة، ولكن في حد ذاتها فهي متقاربة؟ لأنها فاش كتكون مطور الذات ديالك داخل واحد المنظمة أو شركة، كتكون كتعرف كيفاش تتعامل، وكيفاش ممكن بهذيك القدرات ديالك كدير تحقيق الذات، واش كتساهم في الإنتاجية وفي الجودة ديال المنتوجات. لأن ما يمكنش لينا غادي يكون واحد الإنسان منهار، محبط، غير قادر على العمل، غادي يمكن في واحد أجواء ديال واحد العمل غادي يمكن يؤدي العمل ديالو على أحسن ما يرام. لهذا فإننا كنا واعين بهذه المسألة، بأن ما يمكنش لينا غنبقاو نتكلموا على كل ما هو تقني أو كل ما هو علمي، ولكن غنحاول نتكلموا على كل ما هو علمي تقني، وكذلك كل ما يتدخل في التسيير، وكذلك في التنمية الذاتية. لماذا احنا كنقولوا التنمية الذاتية؟ يعني ديفلوبمون بيرسونيل. الديفلوبمون بيرسونيل كتستعمل بزاف، وكاين بزاف ديال لي زوتي بور لو ديفلوبمون بيرسونيل. من بين هاد الوسائل لتطوير الذات، كاين هناك لا بي ان ال، بروغراماسيون نورو لانغويستيك، يعني البرمجة اللغوية العصبية. وكذلك هناك جميع انواع ديال الكوتش ممكن كتساهم في هاد التنمية الذاتية أو الفردية للشخص. أي واحد ممكن هو يكون هو كيحاول كيدير كوتش ديال نفسه. كيفاش ممكن هو كيحاول يتصنت الفيديوهات، يقرأ كتب، ويحاول يشوف هو درجة ديال التعامل ديالو مع الأشياء مقارنة مع داكشي اللي قرا أو اللي عرف. احنا في هذه القناة ان شاء الله غنحاولوا نبحثوا في امور اللي هي مهمة، اللي كتساعد في البناء في مجتمع قادر عن العطاء، وقادر عن التفاعل مع لونفيرونمون ديالو، يعني مع البيئة ديالو، ويكون فعال. احنا ما باغينش نعطيو مواضيع ديال التفاهة، كما تيقول لنا واحد شي وحدين: شوف، بغيتي دير قناة وتكون ناجحة، هضر على مواضيع ديال التفاهة.
حنا ما كيهمناش نهضروا على مواضيع التفاهه، وما كيهمناش بان القناه ديالنا تطلع بواحد الطريقه اللي هي ما كرضوهاش لا لنفسنا لا لعائلتنا لا للاخرين، بانه كيبقاو يتفرجوا في التفاهه، وغادي هذاك الشيء ما غادي يؤدي بهم الا ان يكون تافهين. لهذا فلا بد من ان اختيار ديال المواضيع اللي كنتصنتوا ليهم والمواضيع اللي تنبغيو نعرفوا، لان هذا الشيء راه الا ما كانش عنده واحد التاثير اللي هو اني ف او لحظي، كيكون عنده واحد التاثير المدى المتوسط والمدى البعيد، وكذلك المدى القريب كيكون تاثير ربما في المدى القريب. لهذا فلا بد وان نختار المواضيع اللي خصنا نتصنتوا ليها، المواضيع اللي خصنا نعرفوا، وخصنا نوعيو الابناء ديالنا ونوعيو العائلات ديالنا والاصدقاء ديالنا بهاد الامور، باش حنا يكون عندنا حنا مجتمع اللي هو ما يبقاش غير مجتمع اللي مستهلك او استهلاكي، يكون حتى هو كيعطي، حتى هو كيتبادل الافكار، حتى هو كي، لان كما قلنا يعني المواضيع كتصب كلها في كل ما يتعلق بالتواصل، كل ما يتعلق ب تقنيات السير، كل ما يتعلق ب الجودة الصحة السلامة والبيئة، وكذلك مواضيع كتتعلق بميادين ديال الإعلاميات ونظام المعلوماتيات، ومواضيع تتعلق بتسيير المشروع إلى غير ذلك من المواضيع. لأن حنا كيف ما كتطور الوقت خصنا نطوروا نفوسنا معاها، باش ما نبقاوش غير متفرجين، وكنلقاو راسنا بان هذاك الشيء اللي تفرجنا فيه بان تلاشى وفات الوقت ديالو وما بقاش كيتستعمل، وجات امور اخرى وحنا مازال باقين متشبتين بهذاك الشيء القديم. لا، لان بما ان هناك واحد ليفوليسيون، هناك واحد تطوير، هناك واحد امور تكنولوجيا كتطور بواحد الطريقه سريعه، على الاقل الا ما كناش حنا كنديروا هاد لينوفاسيون ولا كنديروا هاد الاختراعات، على الاقل نكونوا عارفين شنو كاين وعارفين كيفاش نتعاملوا مع هاد التكنولوجيا الجديده. فمرحبا بالجميع في هاد القناه، ودي القناه للكل. والدليل هو بان عندنا لي زابوني من تقريبا من جميع دول العالم العظمى، يعني عندنا دي زابوني اللي هما من المغرب، من العراق، من فرنسا، من بلجيكا، من امريكا، من كندا الى غير ذلك. والمشاهدين فهي مشاهدين شاهدوا القناه ديالنا اغلب، لان الاحصائيات اللي عندنا ديال ستوديو كرياتور كيعطينا جميع الاحصائيات، والحمد لله هاد الاحصائيات كتبشر بالخير. حنا ما تهمناش في القناه هو اننا خصنا لا مونيتيزاسيون، يعني خصنا ان نجلبوا منها اموال، ولكن بغينا هاد القناة تبقى تعطي الى المدى البعيد، وتكون عندها واحد الصدى وعندها واحد المصداقية وعندها عطاء. وكيف ما وصلنا ليه دابا، كاين الناس اللي كيتصلوا بينا عبر الشبكات الاجتماعية، و تيقول لنا بان لو كونتوني راه هو مزيان، ولكن حنا كنتمناو بان هذا حنا تيبان لنا باقي ماشي في المستوى المطلوب او المستوى اللي باغين حنا، ولكن حنا كنجتهدوا يوم بعد يوم باش نعطيكم ما احسن، ونحاولوا نختاروا مواضيع اللي تكون
في الحقيقة مواضيع اللي يقدروا يستافدوا منها طلبة، يقدروا يستافدوا منها عمال، يقدروا يستافدوا منها كذلك مسيرين داخل الشركات، وأي واحد اللي عنده واحد الشغف، عنده واحد حب المعرفة باش يعرف بحال هذه المواضيع. فمرحبا بالجميع ومرحبا بكم مرة أخرى، وكان من هذا المنبر كان نبلغ التحية ديالي لجميع الجالية المغربية، لأن فاش كنشوف فيديوهات ديالي تشافوا خارج المغرب، هذا كيعني هناك جالية مغربية كتتبع القناة ديالنا وكيبغيو يعرفوا اشنو كاين في عندنا حنا وشنو كننتجو. وهذا شرف لينا، وكنتمناو باش نعطيو ما افضل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وغادي يبقى عندنا واحد اتصال مباشر عبر هذه القناة باش يمكن لينا نعطيو. بعض المرات كنحاول ندير بث مباشر، ولكن ما كيكونش للمشاهدين بزاف، نظرا لان هناك انشغالات ديال كل واحد، ولا ربما الوقت اللي كنختار ماشي هو الوقت المناسب باش غادي يكونوا مشاهدين كثار. ولكن غنحاولوا ان شاء الله نكون واحد الكومينوتي اللي غادي يولاو يشاهدوا معنا هاد المواضيع، وغنحاولوا نزيدوا لقدام بواحد الطريقة اللي تكون أفضل وفيها استفادة وفيها عطاء وفيها أخذ ورد وفيها، لأن علاش كنبغي ندير ديفيزيون ديريكت يعني بث مباشر، باش يكون هناك تواصل مباشر، باش اللي عنده شي اقتراحات، اللي عنده شي انتقاد، اللي عنده أي شيء من هذا القبيل، أو اختيار لبعض المواضيع اللي كيبغيها فيما يخص في نطاق القناة ديالنا. فمرحبا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا ما كنطلبش منكم نقول لكم أبوني أو دير لايك، ولكن كنقول لك حاول شاهد معنا. في حالة ما عجبتك شي حاجة، راه أنت كتفاعل على حساب هذاك الشيء اللي كيبان لك واللي كأديك، لأن كل واحد عنده اختيارات ديالو الخاصة، وعنده حرية في الاختيار وحرية في يعني في التفاعلات مع القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.